الشبلي إنتاج الشبلي تقدم عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب أحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزب الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزب الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم صل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلاة الله بارك الله فيكم الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فالحمد لله على تمام نعمه وجزيل شكره. الحمد لله الذي وفقنا لعبادته ووفقنا لإنهاء أعمال الصالحة في أيامه الفاضلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا كما وفقنا لعملها، وأن يثبتنا على الخير والهدى والعمل الصالح. معاشر الأحبة، إن العيد عبادة تخللت بين عبادات، سبقتها عبادة في 10 أيام تقرب الناس فيها إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، وجعلها الله جل وعلا خير أيام الدنيا، والأعمال الصالحة فيها خير عمل يقدمه الإنسان، وتعقبها عبادات أخرى من ذبح أضحية وأيام التشريق التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا. هذه الأيام الفاضلة عبادات متتابعة تتخللها عبادة العيد التي ابتدأت بالتكبير، وكانت ثانيتها إقامة الصلاة، ثم الاستماع إلى الخطبة وتبادل التهاني بين المسلمين. فينبغي ألا تشوبها معصية وألا تتدخلها مخالفة، ففرحة العيد التي هي عبادة بذاتها بين هذا الجم كم الهائل من العبادات، ينبغي ألا تخالطها ذنوب ومعصية، وألا يفسدها خلاف وعصيان لرب العالمين جل وعلا. معاشر الأحبة، إن التضحية سنة وشعيرة، سنة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا فينال بها عند الله فضلا عظيما، وهي من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها وعمل بها نبينا عليه الصلاة والسلام وحث على عملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وحث أمته على الاجتهاد في التضحية، فعليكم بها معاشر الأحبة مع مراعاة أدابها وأحكامها وشرائعها. ثم ذبح الأضاحي معاشر الأحبة شعيرة ظاهرة من شعائر الدين وشعائر الشريعة والإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما قال الله جل وعلا في كتابه. وفوقه بعد ذلك معاشر الأحبة، فكن نافعا ناشر خير في أمتك، لا سيما الفتية والشباب من الرجال والنساء. إننا في هذا الزمان زمان يسر فيه نشر الخير ويسر فيه نشر الشر، بزر واحد ينتشر ما نشرته في أصقاع الدنيا، إن كذبا فشر، وإن صدقا وخيرا فخير قدمته لنفسك وكان لك ذخرا يوم القيامة. كلمة حسنة، لقطة صالحة، نشر خير وفضيلة، هذا الذي ينبغي بالأمة في شبابها وفي قوتها وفي أجيالها، أن تكون ناشر خير لا ناشر شر وفساد وانحلال وإفساد أخلاق. وإننا معاشر الأحبة في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا البلد الذي يقبل الناس فيه على التجارة والكسب، فاعلم أن الكسب الحلال وسيلة للقوة والثبات وتماسك الأسرة والأمة والتقدم والتطور، مع نيل الفضيلة والأجر والثواب عند الله جل وعلا. وإن التساهل في المطاعم المحرمة والمكاسب الخبيثة الفاسدة سبب لتفتت الأمة وفساد الأسر وفساد الجيل القادم. ثم بعد ذلك
سبب لنزول عقاب الله جل وعلا على الأمم التي اعتادت على أكل الحرام والكسب الحرام، فتضعف قوتها وتتشتت طاقتها فتكون فريسة لغيرها، وبسبب عقوبة الله جل وعلا سيسلط عليها عدوها. وإنما تقوم هذه الأمة بالاستعانة بربها والتمسك بحبله. فإن نحن أردنا الثبات والتقدم وتطور الاقتصاد فما علينا فما منا سبيل إلا كسب الحلال والاجتهاد فيه، فيكون الله جل وعلا في عوننا، ويكون ربنا جل وعلا عونا لنا في قوتنا وعونا لنا في صد أعدائنا. وأخيرا معاشر الأحبة، إن المسلمين كما اجتمعوا في مثل هذه الأيام في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، من أهم ما نبه عليه حرمة الدماء بينهم، فقال إن يوم ففي بلدكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا، في حرمة هذه الثلاث جعل الله حرم الله دماءكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، في يومكم هذا. وإن نرى معاشر المسلمين ومعاشر أمتنا يتقاتلون على لا شيء، فإذا كان التقاتل وصفك الدماء على الدنيا الغنية بذهبها ونفطها ومزارعها ومتاجرها، إذا كان ذلك فتنة وموجبا للهلاك في الدنيا والآخرة، فما بالنا نتقاتل على أرض قاحلة لا فيها طعام ولا فيها ماء ولا فيها شراب، تسفك الدماء وتستهان فيها الحرمات على لا شيء، لا فيها دنيا ولا فيها آخرة. فذاك فساد الدنيا وفساد الآخرة، تقتل العشرات ويقتل المئات على أرض على أراضي صحراء قاتلة لا فيها يسكنها أحد ولا فيها مزرعة ولا فيها بلد ولا قرية ولا فيها ثروة ولا مال، بل ولا فيها ماء يستدرع الإنسان أن يعيش عليها. إن الاستخفاف بالدماء والاستهانة بها لا ينبغي للمرء المسلم أن يكون ذلك من شيمته، ولا أن يقف بين يدي ربه وهو حامل دماء الناس. واعلم أن أول ما يقضى فيما من الحقوق بين الناس هذه الدماء التي نتساهل فيها. وإن وزر سفك الدماء ليس حصرا على من سفكها، فكل من أيدها بمال أو بكلمة أو بجاه أو بتحريض فله فهو شريك في ذلك الإثم العظيم. فالله الله في الدماء، والله الله في الحلال والحرام، والله الله في الدعوة إلى الخير والكف عن الدعوة إلى الشر. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت وأمالين عيدا عبادة عن سمينا والتكبير بأن كسوا باللوني عبادة عن سمينا إنه كوا كسوا الرئي والله صوى صومي عبادة بضم بأن لسوا سمي إيادنا التكبير بأن كوا باللوني صلاة نواتو كني خير نوائسو شيغينا وحاكدن بينا وعبادات كالي وضحيا قورعينا معلمه ونبي وكت المامي معلم ذكر إلهينا إتهاي فضيق بنانا سيمينتي نجح تشدينا أي من فرديان واحدا وفرحت إن إلهي عبادي تبان كبري إن السود إن بيو إن سوا فتي سان كبري إن إنه نجاق برا أنت دمنا خير كي إيمانك يعمل كصالح إن وسه إن جن الددال كذا اللي نقدونه يايو بختي بقول صوم بختي كوافرين إن نقولن عبادي السود دالي ما أنت وعيد إن تاندهنا معصية ذنب إن نقلن بالينا قدونيا إلهي أن كعب صنم سين وجود ذلك إني أن المعلمه وجود ذلك دم بجانين على سكيل علينا أرنت الله بادي وحيد الجور عادو وصلنا يهانو النبي إبراهيم لقد حلي نبي جانين عليه الصلاة والسلام هرجليجي أنا أستان كمدة أستامها لوحس إسلام كإلهي ويري قفكي استامها ويري قلبي سعسي إلهي لي كشرتو وقفي عن إلهي أكتي سوكي هيبي أستانو طاي أضاحيدة هلا قورعو أذابتي أحكام تهدينا هلا إلاليو انتا كدب داير توحان ليه لها دليل ما انت واهل توله بالك يريق عانت كتشرته كليك يروت كسام بيسي فرطة كله فتاي بعد ما النار كو قلي أما جنة كو قلي أفرطة دافودي الدليل
ميل هذا كسو قبان كرير وذا كدب يتجي كريم بيتجي حما عضات سمايسو ووح قاب كدرب في ديسو وقد قن حما قيب كن نقطه وهو كيد كوي على إلهي تيسنا كوي على كريه ينات سمايسي معها انت هذا مدى فساد سي دم بيجود واقو السعداء إفكي آخرنا الله ماذا بوادهلي هدي الله وراجع جلي سنة أنت إن لك أو وراجع دافعها دليل يدل والبكون قاري إلى أكتي سنة أجري أبال باللوقق ولا أقري وما دارنا أبال بعد كل هذا هاي وراجع كقاي قاضتي دايرتي أنا اللي يردو هدا دوايل كدأو بيدا قال بابا كدري ونرك نكتب أنا رجني ويجو وايلي وحي حما في ذنيا لكن داير باو بدن إلهي كيابة وما ديننا دتك وحكرني سان نقطة dadka wanaageeda fidiya noqda dadka samaha ka shaqeeya noqda waxa wanaagsan fidiya xumaha fiditiisa ka daaya khayr allah idin siiyo idinkuna khayrka ku barbaara dad dadkooda wax tarayna noqde dad dumiyay oo wax yeelay ha noqonina waxa wadan dhahay ganacsato dadkuna xoola shaqeysiga habeen iyo maalin waa la orda ilaahay ba fitrada aadamaha ku beeray إلهي بانا أوم كان نفلاه دمبا مركا واغو بريا إنا رزق راديان كو أبوري رزق إلا راديا إيوا واحوا ناكسد شرعيقا نفادقا موغولا لكن إلا حوكسدو إلا حماشو فري إنا الحمالتو حابا قادو باكا خير بادن إنا تشحادية توكسي كنولاتو هدانا أغو كسب كاسي هدو حلالي هينا قويس نسمة أمتي سانتا يا الله كرالي نقضوا قربوا نقضوا إلى هذا تريتان كنوا تريا هل كان تشوغنا وكسي في عنارينا انت عذا وينقوا أهنا الله قرب إنه وغن نقونا حتى إنه إساقا كقباقنو حلاشي كسب كحلاش الرادين تيسا علوش أنه ينقرين إن حرامتا وبد كانية المهن إن حرام كوكرين آخران الديوان حرام الدنبي إنه يالا iyo wixii aan ka tabcanay xaraam oo dambigeed ee lagu socdo dad kalena intifaac sadaan in aan nafteena iyo xoogeena ku halaagin adduunyadan inagoo kaligeen aan nimid wax kasto aan sameynana inagoo kaligeen aan ka tagayna saa darteed adduunyada inta aad ku timid baad kala tagi adoo qaawan baad timid adoo labo go' qabaad kala tagi waxaad aakhir ilaahay la hortagi lahayd xalaal ka dhig xalaashuna qoyskana way dhistaa qoomiyadii ummadahana waa dhistaa ilaahayna garab buu ugu noqdaa aakharna waa lagu liibana xaraanta ummada waa burburisa qoyska waa baabiisa labada isqaba isku dirta aabaha iyo ilmaha kale disha madax iyo shacab isku iska horkeenta markay xaraan laga shaqeeyo xumahaana la kasbado cidii cadaw ku ahaydna baadaa haabay ka heesha iyo meela ay ka soo gasho gargaarkii rabbi ee ka dhicin lahaana waad weydaa wadan baan nimid dadka waa la inooga badan yahay dadkii ganacsiga lahaa qayla dhaantooda waa maqlaysaan mar waliba cadow baa la idinka dhiganayaa haddaydaan rabbi ku tiirsanaanin idinkuna isku duubnaanin allihii nara ka baqan garabna isu noqonin meel walba meel haada laga helayaa maalinka dambana كبايا لالالالالين ايه قحبا لغالتك ايه وللاه انا انكعب صنو وحي نحن ايه ناه ساقيا ربي وحي نغنح ايه انا انكعب صنو ومدى ان لتشوق نانا ان الهي وعب صنو ومرنا حقا قارسينا ان الهي وعب صنو مرنا حقوق ده اليه نان الالينا ان وعب صنو حد قدوك ايه الظلمي ان احد ايه نيه دادك كلبا ان دينو رزق حلال ايه كسب حلالا adduunyadan dadka ku qabsanayna aan madax ugu noqonayna ilaahayna garabkiisa ku helayna aan ku dadaalno kelimadeeda ugu dambaysay maalintan oo kale nabigu markuu khudbeynayay wuxuu yiri makkuna joogay magaaladan ma garanaysaan maanta ma garanaysaan maalin ay tahay bishan bil ay tahay ma garanaysaan saddex meelood laba ma bil iyo maalin iyo meesha la joogo wada xurmalay ahaayeen ونبغو مركلين دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا سي مالنتا يا بشا يا مقالنا بحرمة أولى هذا هي بين نفتينا يا مالكينا
يا شرفتي نبح حرمي ذي كليهن ضدك أني وحالقوي ابتليي ديك حاراني الله داديو دنيا ذا الركسية هاي الدهب يا دولار يالو أو باري يا بادي كتا الله أو بطرول يا وحال بلغا قوضو اسكو ديل كذابا لدي دي مال سحراء ونقيت كبهن ونعيل بيا لهين وان بير لهين وان هذا ما بكون نولان كريد باي بقلال اسكي قد ليان أدونا ما هيان آخرنا ما هيان ولدتك أن الديغانة اسكو الله يكوي قل مدوغة يقود دبعي أدوغو ورئيسة دي أنو ما أقاني بلدوغو ورئيسة ماشا الله اسكو الله ينا وامال نوعيها وامال سحراء وامال كوهب وان لما الدقان ينين نقط وامال عن بير لهين ومبر لهين ومبيا لهين ومبر لهين ومبطول يباسين لهين واندهب له وحش لهين ضد كيما عدنا ماذا يا للاي مسلم بايس لهي انتا سا اغانا انتا سا دعوة وحبو قول كودو بعد انتاي الهي حتى الدنيا اللي طابن كره دي اللي اسكود دي ليو نعفي الدون بالله بمرا يمحك عدعي لها نعفي الدون مي اللي الدنيا اخر السيقوي وللاي اللي قعب صدو دنبي قددك وحدي لي كريا معها كوى يسكد دي ليا واما مرحي مامولي سياسة يا نقرة اما الدين هو فتوانا يوى يسوب بنانتي هيري جهاد باكو چلتا اما ورباهين كتاقير ايو يسكد دي ليا ونميمين تا اما نقالها كدر ايو حولها يحبطة قضا ايا انتو بل الدنبي وي ورددك هلك على قبطه وللاي هلا قبقه ورديك مسلمك هلا بدباديو halka marka timaadani walaw xagee Soomaali joogtaa wadii marka Soomaali u timaadana waxa uu soo xigsatay ahlnimo iyo islaanimo waxa aad lacagta ka ka shaqaysay aad ku dilaysana waa inta shalay ahlkii islaamka ku ahay iyaga umba ku mudan iyaga dadku ah iyaga kula diina iyaga ahl iyo raxim ku ah iyaga aakhirana ama lagu jannayn ama lagu xadaab iyaga darto wixii dulmi aad gashana aakhara waa ku hor yaalla aakhara marka la tago xuquuqda aadamaha ka dhaxaysa waxa xisaabta lagu bilaabo waa dhiiga dadka ilaahay ka cabso qof walow yaan lagu soo raacanin aakharo dhiig muslimo daadisay ama aad qayb ka noqotay in la daadiyo waxa wanaaga jirila hagtisa ka heli cidii qayb ka noqotay badbaada dhiig muslim muslim kala qabashadi muslim kala badbaadadi ilaahayna dadka waxaan uga baryaynaa إن كلا الله كلا قبوتيه إلى أن حضرنا وراك يا نبض الله عنكم ما جرنا يانو الشيطان بك قالب نقضية الشيطان كي أنتو كاشنا يا الله كقبته وراك ولا تني ماذا سلا أني ماذا يا أهل ماذا درس ماذا كده حي سنة وراك الله تص الله كسر دباره دم بيجنا الله دافه دت كان يوم بد كان الله ينصو بيو وبد كان الله ينوه قاتيو قال كي ريره الله ينو بركيو هذا هو الله أنا قبته رزق أن حلال الله كده هو إيمانك يتقوى الله أنا وافقيه وما دينه وراقيه ولا ألتين ما دحوا الله كده هو كوي دين تايلهي كون نقمة دت كان الجرس يلا أنا كده هو كوي خير كلا قد أيضا الله أنا كده هو إله سبحانه وتعالى ولا ألتين ما دي إسلام ما ده الله أنا قلنا عليه يلا الله أنا قد ديله أنت وحنا الله أنا قبته سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.